هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. رقراقي يعترف بالصعوبات التي واجهته لتحديد القائمة الإفريقية. اعترف وليد الرقراقي مدرب الوداد بالصعوبات التي واجهته من أجل تحديد قائمة فريقه الإفريقية التي ستخوض غمار مسابقة دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة. مدرب الوداد قال في تصريحات صحفية: لقد كنا أمام إكراه ضيق الوقت، لذلك بعثنا بالقائمة بسرعة واكتفينا بضم اللاعبين الجديدين وهما شعيب فيضي ورضا الجهدي مكان الكعبي وأناجم الذي عاد لناديه الزمالك. هذه القائمة ستكون معنية بخوض مباراة الدور الأول، وبعدها سيحق لنا إضافة لاعبين جدد سنتعاقد معهم في الفترة المتبقية من الميركاتو الحالي. وتابع: مسابقة دوري أبطال إفريقيا تتطلب قائمة قوية وأسماء بخبرة كبيرة، ونحن مدركون لهذا الأمر وسنعزز قائمتنا لاحقا بوجوه جديدة. وعاد الرقراقي ليعترف بحاجة فريقه لمهاجم إضافي يعوض الكعبي هداف الدوري الذي أكد مغادرته رسميا للنادي الأحمر تجاه الدوري التركي. نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. في الأخير لا تنسى الانضمام لقناتنا الجديدة للأخبار المغربية دعما منك لي. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في فيديو آخر.